استلم ايه؟ ده اختار بالموافقة على تحويل جزء من شقتها لمكتب استشارات زوجية. المحامي بتاعها قدمه والحي وافق. نعم يا نهار اسود، وريني كده. وده تقدم امتى؟ من يومين كده. يا سلام، ولحقت وافقت عليه؟ ايه السرعة والنشاط ده يا اخويا؟ ده احنا بنفضل نلف وندور على المكاتب بالاسبوع عشان حتة ورقة لا تروح ولا تيجي. اولا ده كان زمان يا هاني. يا اخويا بلا هانم بلا زفت. ثانيا الست سعيدة عاملة للخير، يعني لا هتاخد ابيض ولا اسود، والطلب المقدم بيقول كده، وكان لازم نقف جنبها. هتوقعي ولا اجي وقت تاني؟ هات هات، يلا خلينا نخلص. يلا يلا كده، الموضوع كبر ودخلنا عيش الدبابير. ما هو ده اللي قلقني. ولا تقلقي خالص، المهم الورق اللي اشتريتي بيه معاكي؟ طبعا، انا كنت بشتري من معايا وبعد كده بصرف عشان الروتين ومعطلش البنات. هنثبت الاول الكلام ده وبعدين نرفع قضيه رد شرف. الو، ايوه يا استاذ معاطي. بجد؟ طب الحمد لله، اشكرك من كل قلبي، الف الف سلام. اعمل حسابك على حرب طاحنه يا حاجه. مش معقول كده، عندك 5 عيال وحامل، انت مش بتقولي جوزك على باب الله؟ ايوه يا دكتور، وانا مالي؟ امال بتخلفوا تاني ليه؟ وانا مالي، جوزي عايز الواد. ولو ربنا بقى مش كاتب لكم الولد عمرك ما هتجيبيه. وانا مالي، حماتي بتقولي الواد سند يا دكتور، ولو ما جبتلوش الواد هتجوزه تاني. طب وهتاكلوهم ازاي؟ وانا مالي، اهو كل عيل بيجي برزقه. الله يخرب بيت الجهل والكلام اللي جابنا الورا ده. عموما يا ست لازم تاخدي فيتامينات عشان صحتك ضعيفه. ودي بكام على كده؟ معرفش، اسالي في الصيدليه. الو، ايوه ماما، اهدي بس عشان اعرف في ايه. ايوه الشقه نصها باسمي والنص التاني باسم سعيده. اهدي بس يا ماما عشان مش فاهم اي حاجه. لا فاهم وبتستعبط. وايه المطلوب؟ تنزل حالا تكتب نص الشقه اللي باسمك تكتبه باسمي انا. نعم، قصدي اشمعنى يعني؟ عشان ترخيص المشروع بتاعي زي ست مراتك ما عملت. الله، هو انتوا بقى هتتخانقوا مع بعض ويطلع علي انا؟ يعني حضرتك تعملي مكتب في نص الشقه وهي مكتب في النص التاني، وبات انا ومقصوف الرقبه على السلم ولا ايه؟ اهلا يا هانم. اتفضلوا يا استوات. استوات، السلام عليكم. وعليكم السلام. بص يا ريس بقى، عايزك تقسم الشقه دي نصين بقى، الموتيل شيك كده بحيث يبقى يعني لا. هتفضل واقف كده ساكت يا حبيبي زي عسكر المرور؟ ماما في ناس غرب. وايه اللي جاب الغرب هنا؟ ايه ده يا سعيد؟ خدت ترخيص الحمد لله يا حبيبي. حبك بورص. قلت اعمل لك مفاجاه واجي لك على سهوه، مش انت فرحان ومبسوط بيا يا روحي؟ اي اقصد مبسوط بس مستغرب. مبروك يا ماما. الله يبارك فيك يا تيمو يا حبيب ماما. يا منافق. ممكن بس شويه كده عشان ناخد المقاسات مظبوط؟ استنى يا جدع انت وهو. خد امك وخش جوه يا يسري، مش عايزين فضايح. حاضر، تعالي يا ماما نتفاهم جوه. انا مش هتحرك من هنا، فاهم؟ ارجوك ارجوك يا ماما، مفيش حاجه هتحصل دلوقتي، بس تعالي بس. يلا يلا. الدفتر ده تاخده وتراجع كل المشتريات وتواريخها وايصالات استلام ميس نسمه، وتعيد التواريخ زي ما فهمتك. وانا هستفاد ايه؟ ما تبقاش طماع يا صالح. يا استاذ مخيمر احنا عارفين اللي فيها، الكانتين والمشتريات وترميم الفصول. يخرس بقى، شوف عايز ايه. هتشاور واقول لك. تتشاور مع مين يخرب بيتك؟ لا ما تقلقش، هشاور المدام. المدام علاقتها ايه بالموضوع؟ دي حب عمري. ايه المياعه دي؟ ما تسترجل يا جدع. عن اذنك هشاور واقول لك. ايوه حاضر حاضر، هاجيلكوا حالا. الست الحمد لله كان هيجي لها هارت اتاك. اخص عليك يا سعيده، دي جحده ولا يفرق معاها حاجه غير اللي في دماغها. طب ويسري جوزك؟ بصراحه هو اللي كان صعبان عليا، لا عارف يرضيها ولا قادر عليا. وهتبتدي مشروعك امتى؟ هي فرصه اني واخده اجازه اجباري وكان لازم ابدا، بس ما عملتش اي دعايه. بصي انا رايي ان غير وسائل الدعايه العاديه زي السوشيال ميديا والحاجات دي، لازم بيبقى في دراسه اجتماعيه للمنطقه بتاعتك وزيارات منزليه كمان. طبعا هو اللي انت بتقوليه ده على اساس علم الاجتماع، المهم حماتي المصونه تسيبني اعمل اللي في دماغي. ده اسمه ووظيفته وعنوان سكنه. هو ده الصح، مادام هتشغله معاك وتدفع له فلوس لازم تعرف عنه كل حاجه. ما تقلقش يا مولانا، ده واد غلبان. محدش غلبان يا مخيمر في الزمان ده، انت تسمع الكلام وتنفذ اللي بنقوله. ماشي يا مولانا، ينفذ فورا. احنا متحاصرين في كل حته ومش ناقصه. معقول؟ مفيش ولا حاله؟ بص يا دكتور، الستات اللي كانوا بيجوا زمان عشان يتابعوا حمله قبل الولاده ما عادوش موجودين. الست من دول تقول لك بدل ما اصرف مواصلات وادفع كشف
ما عدي على أي مستشفى عامة تابع ببلاش ونفلس إحنا بقى بعد الشر عليك من الفلس يا دكتور. العيشة بقى تقرف. ياه ده أنت شايل ومعبي قوي يا دكتور. أقولك إيه بس يا ميرو؟ قول يا دك وقول إحنا ورانا إيه؟ فضفض كده وهتلاقي سرك في بير. أمي ومراتي سعيدة وإنصاف. مساء الخير، أنا جارتكم هنا في العمارة اللي في أول الشارع وفتحت مكتب استشارات زوجية للمتزوجين والمقبلين على الزواج. أهلا وسهلا، وده بكام بقى يا مدام؟ لا ببلاش، ومساعدة لأهل الحي والمنطقة. وانت هتكسبي ايه بقى ان شاء الله؟ يعني ايه هكسب ايه؟ هكسب معرفة وصداقة ومودة، وكله في الآخر في ميزان حسناتي ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. والعيادة فين بقى عشان احجز يا دكتورة؟ لا حضرتك تقدري تحجزي اونلاين، ولو حتى حد يعني مكسوف او مش قادر يتكلم يقدر يدخل على صفحتي اونلاين على الفيسبوك وانا اجاوبك هناك، لكن طبعا التواصل البشري مهم. حاسة انك مبسوطة؟ بصراحة في الاول وانا بقابل الناس كنت محرجة وهم مستغربين من جرأتي، لكن بعد مرور الوقت خدت ثقة في نفسي وبديت احس اني قريبة من كل الناس. وهم انت عارفة احنا الشرقيين ما تعودناش نفضفض الى اصحابنا، وحتى فكرة الطبيب النفسي دي اللي هي منتشرة في العالم كله هنا بتخوفنا، بس أنا متأكدة إن شوية شوية كله هيتعود المشاركة والفضفضة من غير لا خوف ولا كسوف. سيبك مني، جوزك عامل إيه؟ يا متر أنا بشكرك جداً على البلاغ ده. والله يا فندم مش عشان مراتي لها دخل بالموضوع، لكن لأني عارفها كويس وعارف أخلاقها ومتأكد إن فيه فساد في الموضوع ده كله على بعضه. ما تقلقش يا متر، احنا متابعين الموضوع ده وبنحقق فيه، وانا تحت امركم في اي حاجه. امشي في الاجراءات عادي وسيب الباقي علينا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا حبيبتي. كنت بسال على دكتوره سعيده. بتقولي مين يا اختي؟ دكتوره سعيده. سعيده مش دكتوره، انا اللي دكتوره يا حبيبتي. عموما انا كنت جايه عشان استشاره. خشي خشي يا حبيبتي، انا الدكتوره وهي التمرجيه بتاعتي.